ألا نحتفل بعد مرور هذه السنين. الإمام الخميني رحمه الله عليه، نعيش في هذا الشهر وفي هذه الأيام الذكرى 25 لرحيله المقدس، يعني ربع قرن على وفاته ونصف قرن على نبضته. في بداية الستينات الإمام ولد في 1902 ميلادية، يعني في بداية القرن الماضي، وبدأ حراكه الثوري في بداية ستينيات القرن الماضي، وتصاعد هذا الحراك في سنة 1963 بينها وبين 1965 تعرض الإمام رضوان الله تعالى عليه للسجن ثم للنفي. من 1964 إلى 2014 الآن 50 سنة، الآن 50 سنة قديم جدا، حتى أنه سأل يعني سؤال قال سيدنا كيف ستحكمون دولة هاي إمبراطورية أكبر إمبراطورية في الشرق الأوسط، وأنت معذرة يعني علماء مساجد محراب شو بتحكم دولة؟ يقول أطلق الإمام رأسه ثم رفع رأسه وقال مضمون كلامه، يقول له هذا من أحوالنا شو نحاكم الدول؟ وكثير منهم جايين من الصحراء وتربية يسمونها إبل وكذا، من هذا يحكمون دول في الأيام بعد معروفة بعض الشخصيات. فيقول له يقول أنا أفكر معروف، يقول أنا أفكر فعلا بعض الموجودين أنا هذا بشكل عام هذا بالعكس وأيديولوجيتين مختلفتين في الشرق والغرب، أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق اللي هي روسيا حاليا من الدول التي استقلت عنها، وكانت هاتان القوتان تتجاذبان العالم، بل حتى الثوار في العالم أصل إسرائيل ليبرالي علماني تبع الغرب أو ثائر شيوعي ماركسي اشتراكي تبع الشرق وتبع الاتحاد السوفيتي. ظهر الإمام رضوان الله تعالى عليه بالطريق الثالث وهو لا شرقية لا غربية، وأظهر الإسلام كقوة عظمى، بل أصبحت الجمهورية الآن كقوة يرسل لها الحساب في المعادلات الزمنية. اختفى الاتحاد السوفيتي من الوجود وهو من تنبؤات أيضا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه والرسالة المشهورة التي ولا يعني مقدمين دين الإسلام إلى العالم أنه إسلام قطع الرؤوس، إسلام قضية أن أجلكم الله مثل ما حدث يعني في تجربة في العالم في العصر الحديث، تجربتين للدولة الإسلامية، تجربة في الجمهورية الإسلامية وتجربة في أفغانستان، مش اللي صار في أفغانستان، رجعوا الناس يركبون حميرة لكم الله، رجعوا المناج أخينا، الدرجة وصلوا الأمر يصبحون درايج نوافذ البيوت، رجعوا الناس إلى العصر الحجري، هذه دولة باسم الإسلام وهذه دولة باسم الإسلام، شوفوا وين وصلت، هذه دولة باسم الإسلام في إيران ودولة باسم الإسلام كانت في أفغانستان، أرجعت الناس إلى 3000 سنة. الآن اللي قائمين على هالأفكار هذه هؤلاء إما مغرر بهم مغسول مخهم أو أنهم فعلا جماعة مخابرات صحيحة.